أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، استمعنا إلى هذه الآيات الكريمة من سورة لقمان، قول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر الآيات. وأنا أود أن أتوقف مع كلمة واحدة من بين هذه التوجيهات والنصائح التي وجهها هذا الأب لهذا الابن، كلمة يعظه. يعظه، ومن هنا نعلم أن المسؤولية الأبوية أو المسؤولية التربوية للأب لا تقتصر على تربية الأجسام فقط، لا تقتصر على توفير الطعام والشراب والكساء والحاجات الأساسية والضرورية. وإن كنا نقول حتى بنسمع أن بعض الآباء بيقصر في هذا الجانب، لكن خلينا نتكلم الأصل، إن كل أب يتمنى أن يعيش أولاده في أحسن مستوى في استطاعته من الناحية المادية. ولكن على كل أب أن يعلم أن مسؤوليته لا تقتصر على هذا الجانب المادي فقط، وإنما هناك مسؤولية التربية ومسؤولية النصح والتوجيه والإرشاد والوعظ. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعظه يعني إيه يعظه؟ يعني ينصحه، يعني يربيه، يعني يوجهه، يعني يعلمه، يعني يؤدبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. ولذلك أنت نفسك لما بتشوف إنسان على خلق وإنسان مستقيم وإنسان يعني عنده قيم ومبادئ، بتدعي لمين؟ للي ربوه، مش كده؟ والعكس من ذلك، والعكس من ذلك لما بتشوف إنسان منحرف أو إنسان يعني مش على خلق بالقدر الكافي، برضه للي ربوه، مع إن اللي ربوه قد يكون ملهمش ذنب. ونحن نعلم أن هناك من الأنبياء من كان ولده كافرا والعياذ بالله. المسألة برضه في النهاية إنك لا تهدي من أحببت، ولكن علينا معشر الآباء أن نربي وأن نوجه وأن نعلم وأن نؤدب. هكذا كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أنه كان يعني يرحم الأطفال ويلاعبهم ويلاطفهم ويمازحهم ويتبسط معهم، وكلنا عارفين حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فجاء سبطاه الحسن والحسين رضي الله عنهما يمشيان ويعثران في المسجد، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر فأخذهما ووضعهما بين يديه، ثم التفت إلى الناس وقال: نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى نزلت إليهما، وصدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن الرحمة لا تتنافى مع الأدب وغرس القيم والأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الأطفال ويداعبهم ويلاطفهم ويمازحهم وكان يؤدبهم.
كان يعلمه الآداب. حينما كان عمر بن أبي سلمة غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأكل بطريقة خاطئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يأكل وقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم، الإسلام دين الزوم ودين الشياكة ودين الاتيكيت إن صح التعبير، هكذا في الطعام وفي الشراب وفي كل جانب من جوانب الحياة. محدش يفتكر أبدا أن الإنسان دين فوضوي ولا الإسلام دين كده بيحص على الله، أبدا. زي ما بيجيبوا لنا رجل الدين في الإعلام، ويعني أنتم عارفين القصة وما فيها، يعني نسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. المهم كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي النشء منذ الصغر أن يفرق بين الحلال والحرام. منذ الصغر كان النبي يعلمهم أن هم يفرقوا بين الحلال والحرام. حينما أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من الصدقة ووضعها في فمه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم برفق وليد وقال له: أما تعلم يا حسن أن لا تحل لنا الصدقة؟ مع أنه طفل صغير لكن بيعلمه يفرق بين الحلال والحرام. عايزين نربي أولادنا على هذا النسق عشان يكبروا عنده وازع من دين ووازع من ضمير، لما يمسك منصب حساس ولا يبقى موظف في مكان ما ما يستحلش الرشوة، وهكذا. منذ الصغر نغرس فيهم القيم والأخلاق، نغرس فيهم العبودية لله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله، أول نصيحة نصحها لقمان لابنه إنه بيربط قلبه بالله سبحانه وتعالى. يعني مين فينا بيعمل كده؟ نريد أن نربط قلوب أولادنا بالله، بالله. عايز أغرس في ابني منذ الصغر إن كل نعمة ربنا بيجيبها له، إن كل نعمة عنده هو ربنا اللي جابها له، وهو الذي من بها به عليه أو بها عليه، هكذا. فموضوع كبير، موضوع مهم وخطير جدا، خاصة إن النهاردة التربية أصبحت مهمة صعبة وشاقة جدا وسط يعني ما نعيشه الآن من تطورات متلاحقة، تطورات متلاحقة. النهاردة الابن ولا البنت ولا الشاب ولا الشابة بيدخل أوضته بيقفل عليه بابه ومعاه التليفون مفتوح على العالم كله بما فيه من رذائل وفضائل ومعروف ومنكر، وزي ما تقول قول. فمش الحل صحيح اننا نعزل اولادنا واننا نقفل عليهم في الباب، وانما الحل ان نحصنهم، ان نحصنهم وان نغرس فيهم المراقبه والضمير، انه لما يكون لوحده يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى رقيب عليه فلا ينحرف ولا يفعل شيئا يغضب الله تبارك وتعالى. طبعا الموضوع اللي بتكلم انا فيه في النهايه ده يعني احتاج من الوقت الكثير والكثير حتى نوفيه بعض حقه. اللهم رب لنا اولادنا وادب لنا اولادنا واحسن خلقهم وارزقهم الهدايه والتوفيق والسداد، إنك يا مولانا ولي ذلك وأنت القادر عليه. عايز أنوه إن شاء الله لحضراتكم، إن شاء الله غدا إن شاء الله بتبدأ العشر الأواخر من رمضان، خلاص مضت ثلثين وغدا إن شاء الله تبدأ العشر الأواخر من رمضان، فإن شاء الرحمن من غدا بنبدأ صلاة التهجد، من الغد إن شاء الله بنبدأ صلاة التهجد. يعني هنبدأ مثلا نتواجد في المسجد من الساعة 12 تقريبا، بحيث اننا نبدأ الصلاة الساعة 12 وربع 12 وثلث في هذه الحدود، يعني على اساس اننا ان شاء الله ننتهي من صلاة التهجد قبل الفجر بوقت كاف ان شاء الله. اسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم المثوبة والاجر والقبول، انه سبحانه ولي ذلك وهو الخالق.